السلام عليكم، معاكم نواف النغموش. شايفين هذه الوجوه السمحة اللي قدامكم؟ من فترة سألنا مجموعة مختلفة من الإعلاميين واليوتيوبرز عن وش هو أكثر جهاز جيل جديد متحمسين له، وطبعا ما قصروا الشباب وأرسل لنا إجاباتهم، والآن نخليكم تشوفونها بنفسكم. يا مرحبا، أنا ملزلز، والجيل هذا متحمس جدا لي مثل ما انتم شايفين كل الأجهزة من الجيل الجديد. كل جهاز يقول الزود عندي، التنافس صار قوي، وكل جهاز يميز شغلة. هنا تميزني الحصريات وهنا تميزني الخدمات، فأنا متحمس ومتشوق للجيل الجديد لأنه صار أقوى وأفضل عما كان عليه في السابق، مثل ما كل اللاعبين متحمسين لقوة الجيل الجديد. طبعا الجهاز اللي جدا متحمس له في الجيل القادم بإذن الله هو بلايستيشن 5. ليش؟ شكل جهاز رهيب صراحة، المواصفات حقته رهيبة، الالعاب اللي راح تنزل عليه مره رهيبه، وانا من عشاق بلاي ستيشن طبعا، وجدا متحمس. خلاص ما بقى لنا شيء يا جماعه، وتنزل اجهزه ونجربها ان شاء الله. السلام عليكم، معكم عصام شهوان سعودي جيمر. طبعا السؤال هو وش متحمس له اكثر، بلاي ستيشن 5 ولا اكس بوكس سيريز اكس؟ طبعا الجهازين كلهم متحمس لهم جيل جديد. الاكس بوكس طبعا يقدم اقوى قوه يعني الجيل القادم، لكن البلاي ستيشن بعد له مزاياه مثل اليد الجديده ومثل نظام التشغيل، وهذا يخليني اميل لها اكثر، بالاضافه الى العاب حصريه مثل مايلز موراليس وديمون سولز. فخياري بالاخير هو بيكون بلاي ستيشن 5، مع اني متحمس للاثنين. شكرا. واكثر جهاز احنا متحمسين له فترو جيمنج من اجهزه الجيل الجديد بعد ما جربناهم وكل شيء هو اكس بوكس سيريس اكس. هاي محمد، ايش اكس بوكس؟ تونا متفقين. لا ما قلنا اكس بوكس. تونا تكلمنا في الموضوع قبل شوي. لا، انا قلت بلاي ستيشن. كيفكم انتم؟ السلام عليكم، هلا وسهلا، معكم ريان اوسمز. اكثر جهاز متحمس للجيل الجديد هو الاكس بوكس سيريس اكس. راح اشوف واجرب الالعاب اعلى جرافيكس وبأعلى اعدادات، ونشوف الفريمز برضو. فمتحمس صراحه للجيل الجديد، متحمس اجرب كل الاجهزه، لكن متحمس اجرب الاكس بوكس سيريس اكس اكثر شيء. ممكن هذا اصعب جيل اني اختار بين الاثنين، لانه كل واحد ليه ميزاته. عندك البلاي ستيشن عندهم الحصريات حقتهم الرهيبه، عندك الاكس بوكس عندهم الجيم باس الخدمه الخرافيه هذه. لكن لو بختار بس واحد، اعتقد اني بختار البلاي ستيشن عشان اعشق الحصريات حقتهم اكثر. متشوق لجيل جديد من الاجهزه، وبالتاكيد في جهاز متشوق له دونا عن الاجهزه الكثيره اللي تم طرحها سابقا ومن مختلف الشركات. السنه هذه سنه ثوريه، فيها اختلافات كثيره واشياء كثيره يتم طرحها، اختلافات من ناحيه القدرات حقت الاجهزه، وايضا اختلافات من ناحيه انواع الاجهزه اللي بتنطرحها. احد الاجهزه اللي متشوق لها بشكل جدا كبير اتوقع هو جهاز يعطي قدرات الفور كي، يعطي اشياء اكثر من كذا، يعطي اعاده احياء لجيل كامل، ويعني لكثير هذا الجيل باعاده طرح محتواهم. اتكلم على الاتاري في سي اس. صدمه صح؟ شوفوا الاكس بوكس الجديد والبلاي ستيشن الجديد هذول ثوره بحد ذاتها، ما حد يقدر يقول انه كل واحد من هالجهازين له اهميه ضخمه وعملاقه، ولكن سألت السؤال وجبت جواب مختلف، وهذا الشيء اللي كنت أبيه. صعبة والله، كلهم متحمس لهم، ولكن إذا بنختار واحد أقول بلاي ستيشن 5 بسبب السرعة الفائقة في نقل البيانات من الـ SSD. ولو أن الأكس بوكس برضو عنده سرعة فائقة لنقل البيانات، بس أن السرعة أقل من البلاي ستيشن 5. أكثر جهاز متحمسين لحنا في ترو جيمينج للجيل الجديد بعد ما جربنا الأجهزة هو بلاي ستيشن 5. لا محمد، غلطان محمد، أبد ما اتفق على كذا. يا ابن الحلال، يا ابن تونا متفقين. لا، حطيتني موقف صعب صراحة، متلهب لكل الجهتين للأمانة، لما يقدم يعني نظرا لما يقدمه من ناحية السوفت وير والألعاب، مثلا الإكس بوكس وهيلو إنفينيتي وفورزا وسوني، راح يعني لعبة سبايدر مان وهورايزن وغران تريزمو وغيرها من الألعاب. لكن أعتقد أنك أنت يعني لازم أجاوب على هذا السؤال، فإني أمين نوعا ما إلى البلاي ستيشن 5 صراحة. يعني متلهب لهذا الجهاز، وتاريخ سوني في دعم السوفت وير من ناحية الألعاب الجميلة المميزة يخليني أميل شوي، نظرا أيضا لما يقدم يد التحكم الدول سينس والهابتك فيدباك اللي ممكن يقدمه لي. فأمين نوع ما للبلاي ستيشن 5. الله يعيننا ويعينكم على كل خير. عندنا شهر نوفمبر مليء بالحرب ما بين كلا الجهدين. السلام عليكم، معكم بندرتا. طبعا ترو جيمينج سألوني عن ايش اكثر جهاز انا متحمس له من اجهزة الجيل الجديد، وهذا السؤال لو تسألوا لأي جيمر يجلس محتار ايش يسوي. فبما اني انا احب اني اجرب كل انواع الالعاب، عندك الاكس بوكس دائما يتميز بخدمة الجيم باس اللي ما شاء الله كل شي فيها، في نفس الوقت تحس البلاي ستيشن مرات يكون عندهم العاب كذا حلوه
فما ادري لا تخيروني خلاص انا راح اخذها الاثنين. اوكي اكس بوكس او بلاي ستيشن او شيء. السلام عليكم يعطيكم الصحه والعافيه، معكم احمد بوريكي. بين البلاي ستيشن والاكس بوكس انا طول عمري تيم اكس بوكس، بس هالسنه بالذات متحمس حق البلاي ستيشن بسبب شغله واحده، الكنترولر مع الهابتك فيدباك اللي راح يكون موجود فيها شكله شيء وايد وايد قوي. الجيم تايتلز قاعد يصير الحين ورما بين الجيم تايتلز، الجيم تايتلز على البلاي ستيشن هم اكثر، مع ان انا احب هيلو وجيرز من العاب لا يمكن الحين متحمس حق البلاي ستيشن اكثر. المهم مشكورين على الاستضافه، فما الله كريم. الاختيار بين أجهزة الجيل الجديد صعب جدا، احنا مقبلين على جيل مرة قوي، لكن أنا بالنسبة لي راح أختار البلاي ستيشن. ليش؟ لأنه أنا عندي بي سي، فنوعا ما حصريات الإكس بوكس والألعاب اللي على الإكس بوكس غالبا تشتغل على البي سي دائما، فبالنسبة لي كذا بيكون البلاي ستيشن هو المميز بالنسبة لي، وهو اللي بيكون فيه حصريات مختلفة وبضطر أستخدمه أكثر وأكثر. شخصيا أنا متحمس حق البلاي ستيشن 5 أكثر بحكم أني أنا لاعب بي سي، ف السيريز اكس بالنسبة لي مو وايد مهم لان الالعاب تنتقل يعني الى الكمبيوتر او راح تكون موجودة على الكمبيوتر. فبالنسبة لي من بين الاجهزة الجيل الجديد البلاي ستيشن 5 وايد مثير بالنسبة لي. انا احب العاب سوني الفيرست بارتي، فان الجهاز ينزل مع ديمون سولز لعبة فيرست بارتي وايد مترقبة الصراحة، وراح نشوفها بكامل يعني جمالها الجرافيكي. اتمنى ان شاء الله انها راح تكون لعبه لونش وايد حلوه، وهذا اللي محمسني حيل حيل جدا. ودي اشوف حم بعد اللي هو اداء الجهاز، اداء الاس اس دي، هل فعلا راح يفرق معانا سوالف انه ما في لودينج او لودينج جدا جدا قليل. الدول سنس كنترولر هم هذا الشيء ودي اجربه بنفسي، فيا هذا اللي محمسني اكثر شيء على الجهاز. الجيل الجديد سواء بلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريس اكس، اكثر شيء دائما لما بفكر فيه بتحمس زياده فين ممكن المطورين يوصلونا في عالم الالعاب والتطوير بشكل عام. يعني احنا شفنا الجرافيكس فين واصل في الجيل اللي راح، فين حيوصل اكثر مع الجيل الجاي، خصوصا مع ابداعات شركتين زي سوني او مايكروسوفت على اجهزتهم البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس. لما نجي نتكلم عن البلاي ستيشن بنتكلم عن الدول سنس، وهذا شيء جديد صراحة أنا شخصيا أبهرني كثير، لأنه ما كنت متوقع أنه في شيء بيضيفوه غير الصوت الثري دي، غير موضوع الجرافيكس، لا طلع الكنترول كمان ممكن يخليك تندمج وتدخل جو أكثر داخل اللعبة، ويصير في ترابط بينك وبين الشخصيات وبينك وبين الأحداث بشكل أكبر. الإكس بوكس والقوة العظيمة اللي موجودة فيه واللي متحمس أكثر شيء أشوف فين ممكن توصل مايكروسوفت بالتقنيات والقوة اللي موجودة عندهم. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم صلاح حامد. وشخصيا الكونسول اللي أنا منتظرها هي البلاي ستيشن 5 لعدة أسباب. رقم واحد، أنا طول عمري مستثمر أكثر أو بلشت مع البلاي ستيشن من الون لحد الفور برو. رقم اثنين، لأني منتظر مجموعة من الألعاب الإكسكلوسيف على منصة بلاي ستيشن، من ضمنها الهورايزن الجديدة هورايزن زيرو دان، مدمن على اللعبة اللي طلعت على البلاي ستيشن 4، فمنتظر أني ألعب لعبة جديدة وبشدة. الكنترولر، شكل الجيم نفسها، بشكل عام الإيكو سيستم، أنا شخصيا بفضل بلاي ستيشن، فتيم سوني. أكثر جهاز متحمسين لحنا في ترو جيمينج هنا هو السويتش برو. كفو كذا تمام يا حي العدل تمام حتى جهاز ما شفناه بس يلا مش كفو كذا كفو خلاص كويس.